شني فلوكن فون فرايد هيد فون فرايد هيك فون فرايد هيك ايه شني فلوكن فون فرايد هيك شني فلوكن فون السلام عليكم وهنا معاكم فيديو النهارده هنتكلم فيه عن احدث كلب نزل لسنة 2021. يعني ايه اصلا؟ يعني كلب حديث لسه معمول وتسجل سنة 2021. ايوه يعني ازاي؟ يعني هو في حاجة اسمها كده؟ اه في حاجة اسمها كده. طيب هو يعني الكلاب انتاج للانسان ان هو يقدر يغير فيه ولا دي خلقة ربنا؟ هو كل حاجة خلقة ربنا، ولكن الانسان او العامل البشري ليه يد مباشرة في شكل وحجم والتغيير في صفات الكلاب المنتجة، ومش بس الكلاب، كل الحيوانات اللي ليها علاقة بالإنسان احنا اللي بنتدخل في تكوينها الجيني، وكل النباتات اللي احنا بنستخدمها بشكل يومي في الأكل في الزينة في بتاع احنا اللي بنتدخل تدخل صريح في شكلها وانواعها وكل حاجة، وهنفهم ازاي الموضوع ده بيتم. بس قبل ما نبدأ ارجوك ما تبخلش ان انت تعمل لايك وتكتب كومنت وتعمل شير لو المحتوى ده فعلا عجبك في اخر الفيديو. طيب في الفيديو ده احنا هنتكلم عن حاجتين. الحاجة الاولانية عن الكلب اللي هو احدث كلب نزل ل2021، وهنتكلم عن فكرة ان احنا بنغير في اشكال الكلاب وبننتج انواع جديدة وبنعمل تويست في الشكل وفي الصفات وفي الاحجام وفي الالوان بتاعة الكلاب. خلينا نشرح الموضوع ده باسهل طريقة ممكنة، معلش خدوني على قد عقلي. احنا دلوقتي خلينا كده اسهل، اوكي. احنا عندنا دلوقتي كلب طويل ماشي، وكلب قصير، وكلب تخين، وكلب رفيع، اوكي. لو سبناهم كلهم مع بعض اقوى ذكر فيهم هو اللي هيتجوز وهو اللي هينتج. يعني اقوى، لو سبناهم للطبيعة بتاعتهم اقوى حد فيهم هو اللي هيتجوز وهو اللي هيدي جيناته للجراوي او للصغار بتاعتهم في اي حيوان، اوكي. ولكن التدخل البشري ايه؟ التدخل البشري ان انا لا والله انا عايز الكلب بتاعي يكون طويل ورفيع، فانا هجيب الكلب ده هجوزه للكلب ده، اوكي. واللي هيطلع ماشي هنجوزه تاني للي هيطلع من هنا مثلا. يعني هيبقى فيه هنا كلبين تخان وكلبين مثلا، ولا كلبين طوال وكلبين رفيعين، فدولت هنجوزهم مرتين ماشي. وبعد كده الناتج هنجوزه لبعض، والناتج هنجوزه لبعض، وهيفضل الدايرة دي نكررها 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 لحد ما نثبت الجينات او الصفات بتاعت، خلينا بس نرمي بتاعت كده، لحد ما ننجح ان احنا ننتج كلاب فيها الصفات اللي احنا اخترناها. وبعد كده لما يجي الكلاب دي تتجوز بتفضل كل الصفات دي بيور في كل يعني في 10 جراوي العشرة يكون فيهم نفس الصفات هي هي، يبقى كده الجين بيور بيور بنسبة 100%، اوكي. طيب الكلام ده في كلاب بس؟ لا مش في كلاب بس، كلاب الكلام ده في البقر والجاموس، في انتاج اللحوم وفي انتاج الالبان، ان احنا عايزين اكبر سلالات في العالم بتنتج لحمة عشان نستخدمها احنا كبشر، اكتر سلالات بقر بتنتج لبن. احنا دلوقتي يعني وصلنا لاوزان في البقر بيوصل للكسر الاتنين طن، وصلنا لبقر بينتج اكتر من 40 و50 كيلو لبن في اليوم، حاجة خزعبلية يعني. وصلنا ان جريت دين وزنه 100 ومش عارف وكام سنتي، واصغر كلب وزنه مش عارف 20-30 سنتي. يعني غيرنا في ملامح كل حاجة،
غيرنا في ملامح كل حاجه بالبصمه بتاعتنا. طبعا كل حاجه خلقت ربنا، ولكن البصمه اللي احنا اللي بنسوق واحنا اللي بنعمل التويست واحنا اللي بنقول ده يتجوز دي ودي تتجوز ده، هو ده العامل اللي بيغير في شكل كل حاجه. اوكي، ده بالنسبه ان الطريقه بتمشي ازاي. طيب بالنسبه بقى للكلب الجديد، ايه بقى احدث كلب انتج او سجل سنة 2021؟ احدث كلب نزل حاجة اسمها بيفر تيرير، وهو يعتبر توي دوغ بس برضو يعتبر تيرير. وهو اصول الكلب ده بترجع لحاجة اسمها اليورك شاير تيرير، وهو برضو كلب صغير جدا جدا، ولكن هو تحت بند التيريرز، وكان انتج اصله، هو اصل الكلب ده اوروبي وانتج في القرن ال19 يعني 1800. كلب اوروبي، كلب انجليزي، انتج علشان يصطادوا بيه الفران، وبعد كده الطبقة بقى العليا خدته وشيكته وطولت شعره كده. أصول الكلب اليوركشاير دخل فيه أربع أنواع كلاب، وهما كلايدسديل تيرير والبيزلي تيرير. السلالتين دولت للأسف انقرضوا أصلا، والسلالتين اللي جايين لسه موجودين، وهما السكاي تيرير والأرديل تيرير. واليوركشاير بعد كده اواخر الالف وتمنميات الكلب ده سافر امريكا واعترف به من الاي كي سي. طيب البيفر هو كان في مستر ومسز بيفر، ودولت اتنين كانوا المان كانوا بينتجوا سلالة اليوركشاير، وبعد كده فوجئوا ان طلع معاهم طفرة جينية في اللون، حاجة اسمها تراي كولر. التراي كولر دي على عكس لون اليوركشاير، ظهر معاهم لون ثلاثي ابيض واسود وبني، او بني وابيض ومزرق. والاول كلب كان تراي كولر معاهم هو كلب اسمه ثانية واحدة شنيفلوكن فون فرايد هيد فون فرايد هيك فون فرايد هيك ايه شنيفلوكن فون فرايد هيك شنيفلوكن فون شنيفلوكن شني شنيفلوكن فون فرا ايه شنيفلوكن فون فرايد هيد هيك شنيفلوكن شني شني شنيفلوكن فون فرايد هيك. الله، اسمه غريب جدا، ما تسموه سيمبا مثلا ولا توم ولا ماكس، ماله ماكس، ما تسموه ماكس وخلاص. الكلب ده انتج سنة 1986، ومن خلاله تم انتاج، هو بقى كان الشرارة اللي تم انتاج منها السلالة دي باللون ده، وقرروا ان اللون ده عشان هو مش معترف به باليوركشاير خصصوا له سلالة تانية خالص نفس الشكل نفس الابعاد نفس الوزن نفس كل حاجة من اليوركشاير، ولكن لون مخصص بسلالة مخصصة. وزن الكلب ده من 2 ل 3 كيلو، الطول من عند الكتف من 18 ل 28 كيلو، والام بتجيب من جرو واحد لخمس جراوي، بطنها بتكون صغيرة في انتاج الجراوي، والعمر المتوقع للسلالة دي من 13 ل 16 سنة. في 2020 تم الموافقة على تم الموافقة على السلالة دي، وابتدت تبقى ريكوجنايزد في بلاد كتيرة جدا زي ليتوانيا، بيلاروسيا، بولندا، كرواتيا، روسيا طبعا، وفنلندا. وبعد كده طبعا هو تلاقي يعني اسهل حاجة ممكن تسجل فيها كلاب اللي هو شرق اوروبا، في الكلوبز يعني بتاعت شرق اوروبا الوضع بيكون اسهل شوية من الـ FCI والكلام ده. وبعد كده في 2021 يوم تقريبا 5 يناير تم الموافقة والتسجيل الكلب ده في منظمة الـ AKC في امريكا علشان يكون احدث كلب لسنة 2021 يتم تسجيله في امريكا. الكلب ده مع حجمه صغير جدا، وهو شخصيته كلب مش صغير، كلب كويس جدا في التربية المنزلية، ولكن هو كلب هايبر جدا، كلب في جينات تيرير ذكي، وممكن تدربه طاعة
بشكل مميز جدا، ولكن مشكلته ان هو كلب شعرته طويلة جدا، هو ما عندوش فرو، يعني كلب ما بيعملش شادنج، يعني ما بيوقع الشعر، ودي حاجة كويسة بالنسبة للناس اللي عندها حساسية، لان مش هتلاقي شعر في كل مكان، ولكن شعره طويل جدا جدا جدا، والكلاب اللي شعرها طويل جدا دي يا اما تقصها يا اما تسرحها بشكل يومي، ولو انت قصيتها يبقى انت كده قررت ان انت مش هتنافس في مسابقات الجمال، لان شرط اساسي من شرط دخول الكلاب دي المسابقة اذا كان البيفر تيرير او اليوركشاير تيرير ان الكلب يكون شعرته طويلة بنفس حجمها، ما يكونش قصة قصيرة. فهذه من اكتر الحاجات الصعبة في تربية الكلب الجرومينج، لازم يكون بشكل احترافي علشان تكون تجربة كويسة، بالذات من عند الوش، لان الكلب ده ممكن يبهدل نفسه وهو بياكل وهو بيشرب، يكون في مشاكل هنا، يكون في مشاكل في العنية. فالاختيار الاسهل هو قص المناطق اللي عند الوش، وطبعا تخفيف الشعر او تقصير الشعر من ناحية البطن، بحيث ان هو ما يجرلكش كل الوساخة اللي موجودة في البيت. ده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون فاتكم وعجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب فولو على فيسبوك والانستجرام. لو انت وصلت لحد هنا فعلا فعلا انا حابب ان انا اشكرك ان انت وصلت لغاية اخر الفيديو، انت فعلا يعني تمثل لي حاجة كبيرة جدا 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 جدا، ان انت تقعد تاخد من وقتك ربع ساعة ونص ساعة، ما اعرفش الفيديو ده هيبقى قد ايه، وتقعد تتفرج عليا، فشكرا جدا جدا جدا، اشوفك الفيديو الجاي. السلام عليكم.